الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم اغسل عن قلوبنا الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، اللهم اغسل عن قلوبنا الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم اغسل عن قلوبنا الشك والشرك
والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تغسل عن قلوبنا الران. اللهم اغسل عن قلوبنا الران. اللهم اغسل عن قلوبنا الران. إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا يقدر على ذلك غيرك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود بكم إلى ما كنا فيه من منزلة الخشوع، وقد ذكرنا أن الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، إن الإنسان يتضع يذل وينكسر ويخشع ويموت من شعوره أن الله ينظر إليه، من إحساسه أن الله ينظر إليه، مش بينظر إلى ظاهر جسمه وشكله وكلامه وأفعاله، لا، ده بينظر أيضا في نفس الوقت إلى باطنه وإلى قلبه وإلى ذاته وإلى أسراره. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. هذه هي في قلوبكم، إن تبدوا هذه القضية التي تجعل الإنسان يتضع. إن تبدوا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله، هذه القضية التي تجعل الإنسان يتضع وينكسر ويذل ويخضع ويزوي ويذوب من شعوره أن الله يرى ما في باطنه. الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل. ابن القيم بيقول أن الإنسان في هذه الدنيا في السير إلى الله يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة أن يرى دوما يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. القصة دي دايما تبقى ببالك، تذكر كده الناس اللي كانوا معاك في ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة وفي الشغل. شوف، بص الأصناف الناس، إن ده بيزني وده بيسرق وده بينصب وده بيلعب وده بيكذب وده بينافق وده وده وده، وانت ربنا هداك. وصحيح في ناس معاك مهديين كتير، اللهم اهدنا في من هديت، بس الهداية دي انت مش احسن من الناس اللي ضلت دي، لا عقلا ولا فكرا ولا عملا ولا ماضيا، ولكن هذه منة من الله بها عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله هداك ويمن عليك بهذا، فأنت طول طريقك حاسس بمنة الله عليك. يا رب لك الحمد والشكر أن هديتني، لك الحمد والشكر أن أصلحتني، لك الحمد والشكر أن دللتني، لك الحمد والشكر أن يسرتني، لك الحمد والشكر أن يسرت لي مطالعة المنة. اتنين، مشاهدة عيب النفس والعمل، إنك أنت تبقى شايف إن بعد المنة دي إن ربنا هداك أعطاك قلب ويسر لك علم وفهمك دين وخد بإيدك ورزقك نفس منقادة لطيفة
بعد كل ده شغلك وعبادتك ما تكفيش لشكر ما أنت فيه من هذه النعمة. علمك وأنت مش مخلص، وتوبك وأنت مش ثابت على التوبة، وقربك وأنت لسه بتتلفت وتقوم وتقع، ودبر لك أمورك وانت لسه منشغل القلب عنه بالدنيا وهمومها. مطالعة عيب النفس والعمل. ابن القيم بيقول هنا جميل، كلام جميل جدا، بيقول ايه؟ واعلم ان نمو الخشوع، يبقى الخشوع بيبدأ ببذرة في القلب ثم ينمو الخشوع يكبر، وهو كده الحال في السير. الحال في السير، اوعى تفكر ان حال الانس بالله انك انت حاسس بالانس بالله، لا، ده دي بداية بذرة. الانس بالله بيكبر ويكبر ويعلى ويعظم، مش هو اللي انت حاسه لاول وهلة. بعض الناس يحس للحظة بخشوع يقول ايوه هو ده الخشوع، لا مش هو ده الخشوع، دي بداية الخشوع، ده مدخل الخشوع، ده اول الخشوع، دي درجة من درجات الخشوع، لسه في درجات كتير. ولذلك بعض الناس في اول درجة من كتر فرحه واستمتاعه ولذته بيها يغتر ويضغى فتسلب منه، ما يشوفش درجة تانية ولا تالتة ولا يشوفهاش تاني. انا بردان، اللهم انا نسألك ان تغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. يقول ابن القيم واعلم ان نمو الخشوع، الخشوع بينمو، انما يكون بترقب آفات النفس والعمل. فان انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما. يا إخوة، لازم تعرفوا إن إحنا نفوسنا معيوبة، ده أصل خلقة النفس كده، إن ربنا خلق الإنسان ظلوم، جهول، هلوع، قتور، جدل، عجول. نفوسنا في الأصل، رب سبحانه وتعالى بيقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان اللي هو نفسه معيوبة مبتلى بها ليزكيها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس فيها فجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فالنفس فيها فجور تحتاج أن تزكى. رؤية هذا الفجور هو الذي يجلب الخشوع. قلنا إن المشكلة الكبيرة جدا في الغرور، إن الإنسان يبقى مغرور، يفكر إن هو تقي ورع، يفكر إن هو من الصالحين لا يخطئ. زي ما قلت كده كتير وبكرر، اللي بيفكر ان ملوش ذنوب فهذا اكبر ذنوبه، الغرور والعجب والرضا عن النفس. فلذلك ابن القيم بيقول هنا ايه؟ فمطالعة عيوب نفسه واعماله ونقائصهما من الكبر والعجب
والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال يجعل الإنسان منكسرا بين يدي الرب غير راض بعمله. أخطر حاجة إنك أنت تبقى راضي بعملك، فرحان بي، معجب بي، إعجابك بعملك ورؤيتك له يجعل النفس تطغى. أما الإنسان إذا رأى أن عمله إن نفسه معيوبة وعمله معيوب، شوف الآفات اللي ابن القيم بيقول عليها دي عجيبة جدا، عجيبة جدا ومخيفة جدا وواردة، كلها واردة. الكبر، سبحان الله العظيم، دايما لما أقرأ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أقول مين يضمن لي إن ما فيهش ذرة كبر؟ مين يضمن؟ تقدر تقول أنت أو تقول أنت إن ما فيش في قلبك ذرة كبر؟ تقدر تقول؟ ما تقدرش تقولها دي أبدا ولا تزعمها. الكبر ممكن يدخل للإنسان من نواحي شتى. سبحان الله العظيم، رأيت مرة أحد الشباب بيشتغل عامل بسيط ويمكن أمي ما يعني ما بيعرفش يقرأ ويكتب أو يقرأ ويكتب بالعافية، ما معهش أي شهادات، وبيتكلم والله يعني أقول إيه كأنه إله. طب حتى ساعتها قلت له يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، فقير مستكبر. لما يبقى إنسان فقير ويكبر، طب أنت بتكبر بإيه؟ بتكبر على إيه؟ لكن اللي كان تعجبي من إزاي ابتلي هذا بالكبر وهو في الحال التي هو فيها، يعني شايف نفسه أنه هو ملتحي وبيصلي وبيسمع دروس. فتلاحظ في بعض الناس، وهذا يكثر في أهل الديانة، الكبر بالدين. وهذا هو الخطر المشين، ان الانسان تدين ليفر من النار فاذا به يدخل النار بالدين. هو ده الخطر الكبير، الكبر والعجب، الاعجاب بالنفس والرياء. والرياء ده امر خطير، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه دبيب النمل. دبيب النمل، النمل، شوف النمل هو ماشي ما حدش يشعر بيه، وانت هو ماشي على ايدك او ماشي على لا تكاد تشعر به. كذلك يتسلل الرياء الى القلب. قال بعض السلف: كم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. عمال اشيل الرياء من الحتة دي يطلع لي من الحتة دي، اشيله من هنا يطلع من هنا، اشيله من كده يطلع كده. الرياء، الرياء اللي قال: كلما قست علمي على عملي بدا لي أنني مراء خالص خالص. السلف سفيان لما قال له يا مرائي، قال له: سبحان الله، من أدرك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. الرياء، قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مخلص فهو مراء
رضي الله عنه، من قال من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا مخلص فهو مرائي. أنت اوعى تفكر نفسك إنك بمنأى عن الرياء، والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين. زي ما قلت لك إن الخشوع بيكبر وينمو، والإخلاص بيكبر وينمو، والأنس بالله بيكبر وينمو، والصدق الصدق بيكبر ويصغر ويزيد ويقل ويقوى ويضعف. وأخطر شيء في حياتك في رحلتك مع الله الصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. أصدق الله يصدقك. الصدق مع الله، الصدق وجه واحد، الصدق مرآة في يدك شايفها نفسك، الصدق إن حال واحد دون تلون. عشان كده أعز شيء في الدنيا الصدق. ربنا سمى سيدنا النبي الصادق، والذي جاء بالصدق وصدق به، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به. أولئك هم المتقون، قالوا جاء بالصدق سيدنا النبي وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. سمى الإسلام كله الصدق، بعدما ذكر الله عز وجل في الآية أركان الإسلام وأركان الإيمان، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصدق، ضعف الصدق أن يميل بالإنسان رغبة وهوى وهو يستمر في عمل كان لله. بدأ العمل لله وبعدين ضعف الصدق ما بقاش لله ومستمر في العمل، هو ده ضعف الصدق. وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى. الباعث الدافع للعمل، عدم تجرد الدافع. احنا قلنا في نية دافعة ونية غائية، او علة دافعة وعلة غائية، او العلة الدافعة اللي هي الباعث على العمل. انت هتصلي ليه؟ هتقرأ قرآن ليه؟ الدافع اللي بيخليك تعمل كده، تخطب جمعة ليه؟ تدي درس ليه؟ الباعث الدافع اللي يخليك تعمل ايه الباعث؟ احيانا بيبقى الباعث كله حظ نفسه، شغال في الدعوة عشان هو بيرتاح لكده، مبسوط من كده، ده مزاجه الشخصي، ده هواه جاي على هواه، مفيش حاجة لله فيها. أو بيبقى فيها حتة لله وحتة شهوة وحظ نفس، وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله. بعض السلف كان يقول إيه؟ والله إني أخرج من الصلاة وأنا أشد حياء من الله ممن قام عن الزنا. أهذه صلاة تعرض على الله؟ بيقول أنا بخرج من الصلاة وأبقى مكسوف مستحي من الله زي اللي كان بيزني، بقى هي دي صلاة اللي ربنا أمرنا بيها؟ هي دي الصلاة اللي ربنا طلبها مننا؟ هي دي الصلاة اللي ينفع تعرض على الله؟ ازاي ترفع الصلاة دي الى الله؟ انا مستحي من رفع مثل هذه الصلاة ان تعرض على الله بهذا الشكل. عشان كده شرع بعد الصلاة الاستغفار، انك اول ما تسلم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله،
في الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، آسف استغفروا الله العظيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وقفة عرفات لم توقعها على الوجه الذي يريده ربك، وهكذا في سائر العبادات تجد الاستغفار عقيبها، مطلب ليه؟ لأنه لم تقع على الوجه الذي يرضاه الله. لو أنت عرفت آفات النفس وآفات العمل يبقى هتعرف أن مش دي الصلاة اللي ترضي الله، ولا ده الصيام اللي يقبل عند الله، ولا ده الحج اللي يرضي الله، وإنما ترى هذه الأمور بعيدة. ولذلك ابن القيم بيقول إيه؟ يقول فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما يجعل قلبه يذوب حبا لله. الإنسان إذا ربنا فتح له، وده اللي أنا قلته النهاردة، إن بعض الناس بيفكر إن هو يقدر يفتح الأبواب دي بالأعمال، هذه الأبواب لا تفتح إلا بالله. كنت زمان بقول إيه؟ لا تنشغل بالمغلق وعالج المتاح، فإن لم يكن ثمة متاح فاصبر على المغلق حتى يتاح. انت مطلوب منك ان انت تستبر في فتح الباب. كتير من الناس بيجي عند الباب يلاقيه مقفول فينصرف الى غير، ويلاقيه مقفول والتاني والتاني ويفضل يلف. انا لاحظت ان دي آفة في جيل هذه الايام، لما نكون رايحين مشوار والطريق واقف يلف كده ويلف كده ويلف كده ويلف كده. طب ما تصبر شوية، في الآخر هتلاقيها في الآخر هي واحدة. بعض الناس بيختار الطرق الطويلة جدا، ليه؟ عشان ما أقفش. طب ما تقف، ما تقفش ليه؟ يعني هو الغرض بس المشي وخلاص؟ إذا كانت الوقفة وبعدين ماشية أو ماشية بطيئة في نفس، هتوصل في نفس التوقيت، يبقى الصبر على الأقرب أفضل. الشاهد إيه؟ إن المعاني دي التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة وصدق اللجوء ودوام التضرع والدعاء والتقرب، المعاني دي بتحتاج معالجة، بتحتاج صبر. يقول ايه؟ فلا يزال الباب نصب عينيه يقف عليه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك سبب فتح هذا الباب. بس يراك ربك وانت قاعد واقف على هذا الباب مقيم صابر. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ والافتقار ورؤية عيوب النفس وجهلها وعدوانها مع مشاهدة فضل ربه والثناء عليه سبحانه بهذا الفضل. أن تشاهد فضل ربك وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده، فالسائر إلى الله يسير بهذين الجناحين، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سيد الاستغفار أن يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك علي، ومطالعة عيب النفس والعمل، وأبوء بذنبي. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ دي كتيب له رسالة اسمها قاعدة في المحبة، يقول إيه؟ والإفلاس، يقول: وأقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة. وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه، فيشهد ربه من قلبه أنه أحوج الخلق إلى الله، ويشهد الله في قلبه أنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. يبقى هي دي من أسباب الخشوع، أن ترى آفات النفس والعمل. اثنين، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. إذا عرفت آفات النفس والعمل هتبدأ تشعر بقى ان ربنا جل جلاله وحده صاحب الفضل عليك، ولولا فضله وإحسانه وجوده ولطفه وإكرامه لما كان لك حال. الإفلاس المحض والافتقار الصرف، فيعترف بالفضل، ومش لله وحده بس جل جلاله، وإنما لأصحاب الفضل أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
يبقى الحقيقة في إيه؟ فإن الناس أيضا لهم فضل، الله سببهم أسبابا. بعض الناس بيبقى أحيانا مش حاسس إن حد له فضل عليه. بعض الناس بيبقى من غروره وإعجابه بنفسه ورؤيته لنفسه واحتقاره للآخرين يشعر أنا محدش له فضل علي، أنا الحمد لله كل ده بعرقي بنفسي بجهدي بطاقتي، ما احتجتش حاجة من حد أبدا. وده غلط كبير. قالوا في وصف العبد الرباني ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. فاللي مش شايف ان له حق على الناس يعترف ان كل ما يؤديه الناس تجاهه فضل، فضل للناس عليه. يعني اللي شايف ان هو ما يستاهلش ان الناس تحبه، يبقى لما الناس تحبه يشوف ان كل واحد بيحبه صاحب فضل عليه. انت صاحب فضل عليا لانك بتحبني وانا ما استاهلش اصلا انك تحبني، فحبك ليا ده فضل، ده من فضلك عليا، ده من كرم اخلاقك واكرامك ليا لان انا ما استاهلش. فيعتقد ان او يعترف بالفضل لاصحاب الفضل. عارف قالوا ايه؟ قالوا أن أعظم الناس منة عليك من سلم لك قلبه لتزرع فيه خيرا. يعني أنت لما بتستسلم، يعني قاعد ومضيع وقتك معايا ساعة عشان تسمع الكلام ده وسمحت لي أن أنا أقول لك حاجة أنت تنتفع بها وتعمل بها، ده من فضلك أنت عليا، ده فضل عليا، مش أنا مش صاحب فضل عليك، انا ما عملتش حاجة، ده الواجب علي ان انا عملته، لكن انت صاحب فضل ان انت اعطيتني الفرصة دي، انت اللي صاحب فضل. رؤية اصحاب الفضل، ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا اهل الفضل. لما يبقى انسان، وده اللي احنا مطلوب نزرعه في الامة في هذه الايام، الاخلاق العالية، الاصول. للأسف الشديد ضاعت بفعل فاعل مراعاة الناس للأصول. أريد من الناس، أريد للناس، بث في الناس أنهم يضيعوا الأصول ويتنكروا لها. لذلك لسه كنت بكتب في شعار مدرسة مراعاة الأصول والرجوع إلى الأصول في أدب أولاد الملوك وتربية أبناء العلماء، هي دي اللي بيراعى فيها أصول وركائز معينة. هذه الأصول والركائز إنما يحفظ بها أخلاق الدين، أخلاق الديانة. ابن القيم بيقول إيه؟ وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها. يعني ما تبقاش إيه إن أنا حقي عليك لأن أنا أديتك، يبقى اللي أنت عملته ده مش فضل منك، ده حقي لأن أنا أديتك.
يقول فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. أنا بقول إيه؟ إن السائر إلى الله العابد الطالب لرضا الله في منزلة الفتوة، يقول قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، وإذا كنت كذلك لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، زي ما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعاتب ولا يطالب. يعني إيه؟ أنا مرضت وفي حد ما جزرني، ما زعلش منه. ليه؟ أنا لا أشهد أن لي حقا على أحد أن يزورني، مش حقي، فإذا جه يبقى فضل منه واعترف بفضله علي، ما جاش يبقى أنا أصلا ماليش حق، فما زعلش. بهذه القضية تحل إشكالات كثيرة جدا في حياتك. عشان كده كنت بقول من أسباب السلام النفسي والأمان القلبي وصلاح البال ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. كنت بقولها بقى بإيه؟ تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. كنا بنقول إن من الإجرام بحق النفس إن نتوقف مع الحوادث الجزئية. فلان عد علي وما سلمش، فلان رنيت عليه وما ردش، فلان استلفت منه وما ادانيش، فلان لي عنده فلوس وما ردهاش، وفلان جامل فلان وما جاملنيش، وفلان عملت فرح وما جاليش، وفلان حصل كذا. الحوادث الصغيرة دي التوقف معها كرهت الناس كلها، لأنك تعتقد أن لك حق على الناس دي كلها. لو أنك تجاوزت الحوادث دي تعيش السلام النفسي والهدوء القلبي وصلاح البال. اللهم أصلح بالنا يا رب. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ ملاحظة الفضل سبقا، وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. احنا هنرجع تاني بقى الحتة دي، فاتتني في الأول. أن ترى الحق، أن ترى الفضل كله لله. الفضل كله ربنا جل جلاله، وأيما إنسان له فضل عليك فإنما هو سببه الله. فلذلك بيقول إيه؟ ملاحظة الفضل سبقا، إنك تلاحظ فضل ربنا السابق، إن ربنا كتبك مسلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب أعمالك، وكتب الأسباب اللي بتسبب هدايتك وتقربك وصلاحك، كتب ربنا كتب كل ده قبل أن تخلق وقبل أن يكون منك شيء. ملاحظة الفضل سبقا، وهي تقطع طريق السؤال، بمعنى إن قلت لكم إن كان في واحد كلامه مش صحيح يعني، بس كان بيقول ايه؟ يعني انا ربنا اداني واداني 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 وانا لسه بطلب، ده كده يبقى مني غلط. هو مش غلط، الانسان يسأل الله ان الله يغضب ان لم تسأله، ادعوني استجب لكم،
مش غلط انك تطلب من ربنا وتطلب زيادة وتطلب تمام وتطلب كمان، فيش مشكلة. لكن اقصد ايه؟ الاحساس ده ان ربنا اداني واداني 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 واداني، تقطع طريق السؤال الا ما استحقته الربوبية من اظهار التذلل. فانا بدع واطلب بس عشان ربنا قال لي اطلب، وقال ربكم ادعوني. فانا بدعي واطلب فقط لاظهار التذلل للربوبية. الثانية ان يرى الفضل للناس عليه، رؤية الفضل للأصحاب والأهل والإخوة، أن يرى نفسه دون إخوته دون إخوانه، يحسن الظن بهم ويسيء الظن بنفسه، فإذا رآهم خيرا من نفسه يعترف لهم بالفضل عليه. قال أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير مني. قيل: وكيف؟ قال: كلهم يرى لي الفضل عليه، ومن فضلني على نفسه فهو خير مني. ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم اللطف عند القضاء. الإنسان في هذه الدنيا وفي هذه الحياة يسير وهو متعرض لقضاء الله وقدره. قال الله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في الدنيا دي بقدر. قابلت فلان، شفت فلان، وقعت، قمت، مرضت، شفيت، أعطيت، منعت، رزقت، سلبت، أقدار وأقضية يقدرها الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جل جلاله يرفع ويضع، يعطي ويمنع، يكرم ويهين. العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. الأوامر: أذن المؤذن للصلاة ومصلي. الأوامر: رأيت منظر حرام أن تغض بصرك وتكف النظر إليه. ونوازل زي ما قلنا كده: مرض وصحة، عطاء ومنع، إكرام وسلب. فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر واللطف عند النوازل. هو ده الخشوع القلبي، إن أنا أقول: يا رب أنا ما أقدرش على نفيده، لا أطيقه، لا أستطيعه، إلا إذا أعنتني على قضاء الأوامر، على أداء الأوامر، ولطفت بي عند نزول النوازل. على شو بقى؟ على قدر قيامك بالأمر يكون اللطف عند النوازل. دايما نقول إن الأمور مترتبة على بعضها: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. احسن بالنهار تقوم الليل، قوم الليل يمشي النهار سليم كويس. نفس الشيء هنا: إذا كملت الأوامر
لطف بك في النوازل. وإذا لطف بك في النوازل كمل بقى أنت الأوامر، لأن كلاهما يترتب كل منهما على الآخر. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصور الأوامر بيصلي شكليا ويصوم شكليا ويقرأ قرآن شكليا ويذكر ذكر شكليا دون حقائق دون بواطن، ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف الباطن. فإن قلت وما الفرق بين اللطف الظاهر واللطف الباطن؟ اللطف الباطن هو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. قلنا ادينا مثال قبل كده ان اللطف الظاهر ان واحد قام بالليل لقى البوتاجاز مفتوح، قفل البوتاجاز وفتح الشبابيك، ربنا لطف، ده لطف ظاهر. انه ماشي في الشارع ابنه جري لحقه من قدام عجل السيارة، ده لطف ظاهر، ربنا لطف. الثانية بقى اللطف الباطن أن تقع المصيبة وينزل على القلب برد الصبر والرضا. خد فاصل يا مدني تفضل. تسري والملائك حولنا طاب المساء. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بقيت معنا الثالثة وهي تنسم نسيم اللطف عند القضاء. تنسم نسيم اللطف أن ترى دائما عند نزول القضاء أي قضاء أن الله لطف بك مهما كان هذا القضاء. يعني ببساطة أحيانا أقول لبعض الإخوة لما أشوف دراعه مكسور أقول له أنت أصلا تستاهل كسر رقبتك، بس من لطف الله أنه كسر لك إيدك بس أو كسر لك رجلك بس. هذه النظرة أن أصلا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، بس من لطف الله أن صبر علينا ومن حلمه أن تركنا وأمهلنا. تنسم نسيم اللطف يخلي الإنسان حاسس بالخشوع والانكسار. ابن القيم يقول إيه؟ والعبد يسير بين عطف الله ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذر، ولطفه يرضيه بما يقدر. الإنسان ماشي بين العطف واللطف، فالعطف يقيه ما يحذر، يعني يا لو شفت ربنا بيصرف عنك قد ايه ويمنع عنك قد ايه ويدفع عنك قد ايه ويخفف عنك قد ايه، ده من عطف ربنا عليك. ومن لطفه انه اذا نزل شيء ينزل مع الرضا، انك تبقى راضي وصابر ومحب. اخوتي، نحن في هذه الايام وقد مر اكثر من نصف رجب، واوشك ان يدخل علينا شعبان،
رمضان هاجم يا رجالة، عايزين نلحق قبل رمضان نصلح القلوب. عملية إصلاح القلوب أو أن لاحظته ولا ما لاحظتوش النهاردة، التركيز على غسيل القلوب. اغسل قلبك. طب اغسله ازاي؟ ده المية ما بتوصلوش. اغسله بما يصل اليه. طب ايه اللي بيوصله؟ الذكر والقرآن، هم دول اللي بيوصلوا للقلب. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. فاغسل قلبك بالذكر والقرآن. انتوا عارفين ان الغسيل يعني يحتاج الى مية كتير، مش نقطتين. يعني ان تكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن في هذه الايام. عايزين نزود الذكر شوية، بدل ما كنا بنقول ميات عايزين نقولها الاف بقى. الخمسة اللي احنا بنقول عليهم الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل هو لا إله إلا الله، والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى من كل واحدة ألف. احنا قلنا الألف تاخد ربع ساعة. ربع ساعة، ربع ساعة ما هياش إشكال في حياة المسلم. الخمسة في ربع ساعة يعني كلها ساعة وربع مش أكتر في اليوم. ذكر، تلاوة القرآن الجزء بياخد تلت ساعة. عايزين نقرأ في اليوم على الأقل أقل ما فيها خالص تلات أجزاء، جزء الصبح وجزء بالليل في الحداشر ركعة القيام، وجزء في وسط النهار ننقنق فيه بين الصلوات في المواصلات في ساعات الانتظار. تلات أجزاء في القرآن على الأقل كل يوم، ده الحد الأدنى، مع الآلاف بتاع الذكر الخمسة، مع الحداشر ركعة بتوع الليل، مع الصيام الاثنين والخميس ثابت، وزودنا عليهم يوم من الأسبوع اللي فات إن احنا نزود يوم في الصيام، يعني يصوم أحد واثنين وخميس أو اثنين واربع وخميس، نزود يوم ونستمر في الواجب ده. مطلب مهم جدا جدا. قول لي طيب أنا عايز أغسل قلبي، بس برضو الذكر وتلاوة القرآن مع الكثرة دي مش حاسس بقسوة قلب، مش واصل لقلبي. هقول لك بقى اغسله بحاجتين مهمين جدا، الخوف والشوق. خوف مقلق او شوق مزعج، وشوق مزعج. خاف من البطش، خاف من العقوبة، خاف من الفضيحة، خاف من السلب، خاف من الطرد، خاف من اللعن. خاف أن يتملكك الخوف من الله. أنت دايما بعيد لي يا ابني. أن يتملكك الخوف من الله جل جلاله. خوف يعني أنا عايزك تحس بالخوف اللي يخلي جسمك يأشعر من الرعب من الله. وشوق مزعج إنك أنت تبقى مشتاق. أنا عايز الأول، فاكرين الدرس بتاعنا اللي اسمه أشواق راقية؟ قبل ما أقولك اشتاق لله، أنا عايزك تشتاق للمعاني دي، تشتاق للخشوع، تشتاق. فاكرين لما قلنا في الدرس ده أشواق راقية، إن الواحد يقف يقرأ قرآن لحد ما يشتاق للركوع، يركع ويفضل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، ربي اغفر لي، لحد ما يشتاق لكلمة سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يشتاق لها فيقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لحد ما يشتاق بقى انه يسجد.
ويقول سبحان ربي الأعلى. لما يشتاق لربي اغفر لي يوم يقول ربي اغفر لي، يقعد يقول ربي اغفر لي لحد ما يشتاق للسجود، وهكذا ان حياتك كلها تبقى شوق. دورة المشتاقين في رمضان كانت دورة السنة اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، السنة اللي قبلها يعني، السنة اللي فاتت كانت التدبر مش كان؟ عالم عبدي، واللي قبلها التدبر، واللي قبلها دورة المشتاقين. دورة السنة دي قصة القلوب، دورة اللي هي هتبدأ أول شعبان على مدار 30 يوم 30 حلقة، دول على الموقع بتاعنا يعقوب كم، موقع الربانية، تجد فيها دورة قصة القلوب. دي دورة الاستعداد لرمضان اللي كل سنة بنعملها. الشاهد ايه؟ شوفوا دورة المشتاقين موجودة برضو، موجودة اللي هي كانت من 3 سنين. الشوق ان تعيش حياتك مشتاق، انت مشتاق تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق تشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق تشوف ربنا، مشتاق تدخل الجنة، مشتاق تطمئن على عملك وحالك مع الله. عيش الشوق ده يدفعك إلى العمل ويغسل قلبك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.